بن شدان يا بعوات يا بعوات عامل عنتر بن شدان حامل السلم بالعب انت جوال واحنا جوال لا تقولوا افوا لا هذا البير وهذا غطا لا تقولوا افوا لا هذا البير وهذا غطا والشاطر فيكو فهمان يدور على الحل بيلقاه دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعل دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول يما يعني هسا بده يصير عرس وننزل على الشارع نصير نزمر ونغني ونرقص؟ ايه ماما يعني بدنا نرقص؟ ايه ماما يعني بدنا نشتري اوعية جديدة؟ ان شاء الله ماما ان شاء الله رايحين نسابق كل شيء، المهم هلا تنتبهوا لدراستكم، الامتحانات قربت وخصوصا انت اذا رسبت السنة هاي ما الك غير دكانة ابوك يما اذا رسبت ولا نجحت كل واحد، المهم نرقص مكارينا ما شاء الله ما شاء الله هذه تربيتك الله يخليك يا ابو الحمد الله يخليك انا ما بحب النكد إيه اختي اللي كانت زعجتك تركت البيت لا لك فيها ولا لها فيك ما شاء الله عليك وعليها يعني هسي يابا ما بدك تروح على عرس خالتي إلهام؟ ليش هي بدها تتجوز؟ ايه واليوم كتبت كتابها وهاليومين عرسها لقيت لها عريس ها؟ لف عليها أبو عوال مشان يأخذ مصاريها وأمنت له أما أنا اللي بدي مصلحتها بتوقف وجهي وبترفع صوتها علي ها؟ هي ابن عمي هاي حياتها وهي حرة فيها أنا مصلحتي إنك ما تحكي معاها ولا تشوفيها فاهمة؟ يعني بدنا نروح على عرس؟ شلون؟ هي طب مين بده يرقص بعرس خالتي يابا؟ هذا اللي ناقصنا رقصك يا حامد فنجي وامشي غلو انك انت وياها يلا ما في من وراك كل النكد اسمعي اذا سمعت انك حكيتيها او شفتيها راح اطلقك فاهمه؟ لاشوف انا ولا الست الهام ماما ليش بكره خالتي هيك؟ ما هو بيغار منها شو بيغار؟ بيغار محدثات؟ طبعا هي بدها تتجوز وتقعد على اللوج وتصير عروس وهو مش صحيح له يلا واحد يا نيد اهلا وسهلا تفضلي يا ست الهام تفضلي يا رب فوتي يا بيت لطيفي مثل بيتك تفضلي تفضلي اهلا وسهلا يا مرحبا تفضلي تفضلي ارتاحي تسلمي يا رب اهلا ليكي عدم المؤاخذه يا ست الهام البيت مش نظيف لا ولا ولا يهمك قال مش نظيف قال ادي عليه بالملمع مو متوجه ما شاء الله عليك الله يخليك يا ابو عواد تسلمي شو بدي اقول يا ست الهام اذا بدك تغيري وترتاحي تفضل لا معلش انا هيك مرتاحه بس بدي اطلب منك طلب تفضل لي اياكي ممكن احكي تليفون مع اختي لاطمن عليها تفضل يا حبيبتي التليفون على حسابك تفضل بس شو رايكم بفنجان قهوه والله خلي السكر قليل حاضر حاضر يا ابو عواد من عيوني تسلمي تسلمي بارك الله فيك ابو عواد
شو رايك انت تطلب اختي؟ انا ما بدي يطلع لي هذا اللي ما بيتسمى. احكي مع اختك، منيش خايفه من جنبك، احكي معها. ما بدي اياه يطلع لي. هذا الساعه بيقوم بالشغل يمكن، احكي. الو، مرحبا عبد. ايه طلع لها بارد الوجه. كيفك حبيبي؟ ايه الحمد لله تمام، اشتقت لكم. وين الماما؟ يلا ناديلي الى اوام. اسمعي خبريها انه كتبنا الكتاب. خبريها هلا طول بالك. الو هيام، كيفك روحي؟ اشتقت لك. ايه اختي طمنيني عنك. ايه طيب شو عملتي؟ ايه منيح اختي منيح. اخ يا اختي شو بدي احكي لك؟ ايه طار عقله صار يصيح. لك اختي ما بدي هاني اشوفك ولا زورك. ايه مو معقولة اكيد. لا اختي انا ما رديت عليه. مشان الاولاد. ايه شو بدي اعمل؟ شو بدي ساوي اختي؟ شو بدي ساوي؟ ايه اختي ولا يهمك الله بيدبر. طيب اختي اسمعي اختي ضلي طمنيني عنك. ها ايه طيب مع السلامة حبيبتي، ديري بالك على حالك. الله معك. لك ماما شو بعدها واخدني؟ بدي احكي تليفون مع نجاح. مع مين؟ مع نجاح، بدي اسمع صوتها. ايه وشو بدك فيها ماما؟ يعني لازم تحرجيني؟ لك عبيد شو احرجك ما احرجك، شو بدك بنجاح؟ يا سلام. ايه واقع في الغرام. يعني بيطلع له انه يمنعني اني اشوف اختي ويهددها بالطلاق؟ شو قصده؟ انا بس بدي افهم شو قصده. بده ينغص علينا حياتنا؟ ما حدا بيقدر ينغص عليك حياتك. اسمعي أنا طول الوقت ساكت له مشان يعقل، بس هسا أنا رح أورجيك إياها. طول بالك أبو عواد، أنا ما بدي منه شيء، بس يمنعني إني أشوف أختي، شو هالظلم هاد؟ أبو عواد، إذا رايح لعند أبو العبد، قول له على لساني ها، لطيفة ما بدها تتجوز، لا يضل رايح وجاي لعندي، وقول له هذا كلام نهائي ها. ما بخليه يقرب عليك، وبعدين هذا زلمة ناقص أنا بعرفه، بيعمل مراجل بس على النسوان، أنا اللي بورجيه. والقهوة؟ بديش قهوة. مرحبا يابا. الله لا نرجوك. ألف مبروك. الله يبارك فيك يابا. وراي عندي مهمة يابا. ماشي يابا. يلا. أهلا أهلا. مبروك. الله يبارك. مرحبا خالتي. أهلا يا نجاح، جيت بوقتك. اشرب قهوة أبوك. يلا خلينا نشرب القهوة وبعدين بننظف البيت. شو؟ يا عيب شو منك يا ست إلهام، معقولة؟ أنت ضيفتنا وعروس كمان مشغلة؟ خالتي لحظة. لا درعي لي اياها من اولها، خليها تكون مستعده. او ليه انا مفتكره ما عندي حمايه. طلع عندي حمايه وقويه كمان. هاي ابو العبد، احنا على خاطرك، يوم تزعل يوم ترضى. شو مش معبين عينك؟ ايه وجاي تصيع علي بعد اللي سويتوه؟ هذا هو الاتفاق اللي بينه وبينك والسر اللي بينه وبينك؟ سر؟ انت بدك تتجوز عليها بالسر؟ يعني مش راح تعرف؟ تعرف لما بدي انا. لا هسه بدها تعرف. هاي اخت مرتي، يعني خطيبتي حاليا ومرتي قريبا. اسمع انا بدي ادافع عنها لانها اخت مرتي، وما بطلع لك ما بطلع لك تمنعها تشوف اختها اللي هي مرتي، قصدي خطيبتي. يعني فسدوا مرتي علي واسكت؟ الدورات علي واسكت؟ بدك اياها تسمع انك بتتجوز عليها، تقعد ترقص لك تغني لك؟ لا بدها تبهد لك، بدها تترفش ببطنك، بدها تخلع نيعك، ومش بعيد تسمك. تسمني؟ أو شو لعد؟ شو بتفكر حالك انت؟ هاي المرة العاقلة الهادية الساكتة بكرة لما تسمع انك بدك تتجوز عليها ما هي بتصير مجنونة، بتصير مصيبة، بتصير شرسة. ليش وانا تجوزت عليها حتى تنجن؟ وعمرك ما راح تتجوز. الست اللي ببالك جيبها من راسك خيوه، لانها بتبلغك تحياتها وبتقول لك حل عني، جيب من وجهي، وما تجيب طاريها مرة ثانية. لطيفة؟ قصدي الست لطيفة قالت هيك؟ لطيفة، قصدي الست لطيفة، هيها قاعدة بدارها.
بتحب احكي معها تلفون مشان تسمع بذلك وتصدق؟ تفضل. ايه لا 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 خلاص هاي قالت خلاص. لا بدي احكي مشان اشوف وجهك كم لون بده يصير. خلاص يا بعوض خلاص خلاص. انا عمري ما شفت بحياتي واحد بدور ورا مره ما بدها اياه. انا لو بضل عزابي طول عمري ما بترجى واحد ما بدها اياني. يا زلمه عيب عليك، روح ترجى مرتك اللي صايله بيتك، صايله بيتك بدل ما تقل قيمتك وتبهدل شيبتك اخر العمر. اسمع خيو، هذا الكلام اللي بحكي لك اياه اخر كلام. هذه اخت مرتي يعني زي اختي، وما بحب حدا يعتدي على اختي، فاهم؟ أقول لكم يا بعواد إنها لطيفة ولف على إلهام بسيطة يا بعواد. شايفة؟ قلت لكم كلها نصاع وبيصير البيت مثل الفلة. طبعاً لأنك معنا. شو قصدك حبيبتي؟ إن شاء الله بدك تعوديني على تنظيف البيت. لا روحي ما حزبتي، يوم أنتي ويوم أنا. لا حبيبتي، يوم أنا ويومين أنتي. وليش أنا يومين بقى؟ يوم عنك ويوم عن أبوك. لا روحي ما حذرتي، يوم أنتي ويوم أنا ويوم أبوك. معقولة؟ معقولة تخلي أبو عواد ينظف البيت؟ لك أبو سراحك صدقتي؟ معقولة يعني؟ لك أبو عواد سيد البيت وتاج راسي وأنا مستعدة أخدمه هو ونجاح بعيوني. الله يخلينا إياكي. طب شو رأيك تروح تسوي لنا كاسة شاي خلينا نروق؟ من عيني هي قبل هي. لا 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 انا بساوي الشاي وبالنعناع كمان. لا ما حدا بيساوي الشاي الا انا. يا حبيبي انا اليوم بساويه وبكره انت بتساويه. ماشي ماشي خالتي ماشي مثل ما بدك. اهلا ابو عوان. اهلا لطيف. يا ستي مسحت بيه كل علب السردين قليل قيمته. طب شو رايك بفنجان قهوه؟ ومال هاتي. السلام عليكم. أهلا يا عواد. استريحوا استريحوا. هذا النوع ما بيجي من مليح أبدا. بهدلته؟ قليت قيمته مسحت بيه السوبر ماركت كله. اسمعي. إيه. اطلبي أختك خليني أحكي معاها، ولا أقول لك؟ اطلبي هدية نجاح. حاضر. هلو. مرحبا أم العبد. الله يسلمك. أبوي بدي يحكي معاكي. تفضلي. تفضلي. ألو أم العبد كيف حالك؟ وكيف الأولاد؟ بارك الله بيك الله يسلمك. اسمعي أنا اليوم وصلت أبو العبد وفهمته وحكيت له وعنفته وقليت قيمته. اسمعي اسمعي قبل ما تزعبري اسمعي، لا في جيزة ولا في ما يحزنون. لا 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 مو يا أختي اسمعيني. لطيفة رافضة، لطيف اللي رافضيته. ايوه ايوه بعدين انا فهمت انك اختي وانا اللي بدافع عنك، بس بدي اياك تكون اعصابك هاديه. لا لا ولا حرف، حط ايديك في مي بارده. ايوه هيك بدي اياك. مع السلامه، سلمي الاولاد وبوسيهم. يلا يلا يلا. اخ بس يا ريتني شفته وهو عم يتبهدل. يسلموا ايديك يا لطيفه يا اصيله. وايديك يا ابو عواد. بحب اخبركم بمناسبه كتب كتابنا عازم كل ليله على العشاء وعلى حسابي. ايه الله يخلي لي اياك، والله مشتي اسهر لي شي سهره. صحيح انا ما بعرف بالمحلات، لكن سهرت كل ليله على حسابي انا، واعتبروها عزومه للعرسان. انت تعزمينا يا ناس معقوله؟ يا اخوي لا تبحلق عينيك، بدي اعزمكم يعني بدي اعزمكم. يابا شو فيها؟ خليها تعزمنا. ايه شو فيها؟ ايه ما شاء الله عليكم، معقول الحكي؟ خلص ابو عواد لا تعقد افردها. شو اللي افردها؟ العقد دي العقد اللي بين عينيك مو حلوه عليك. بالك ليش ما خليته يحكي معها قدامي؟ مش يمكن بيكذب علي؟ طلع علي بالعالي مخصوص مشان يلخمني. هذا الكلام انه اكيد مدامها بدارها،
ليش ما حكي معها؟ ألو أيوة مين؟ هو أبو عواد ما حكى لك؟ يا أخوي يرضى عليك تحل عني، قلت لك خلاص ما بدي جيزة ولا بدي مشاكل، حل عني عاد خلاص، هذا كلام نهائي وما تحكي معي مرة ثانية. مين يا خالتي؟ هو في غيره أبو العمد؟ المجنون مش مصدق اللي حكى لي يا أبو عواد. مليح اللي برشتيه بيستاهل. وأنا بس فاضي أبرش فيه. يستخدم الأطباء لعلاج بعض الحالات المرضية المتعلقة بالعضلات أو الأعصاب أو العظام طرق مختلفة لا تتضمن أدوية أو عمليات جراحية. يا ماما شو قصدك طلعت دامك؟ إيه؟ بيت. ويسمى العلاج الطبيعي في هذه الحالات العلاج الطبيعي. غيرنا. قوم مدرس جوا يلا حل. اسمعي، اذا اختك بتتجوز ابو عواد ما لي قاعد عندي بالدار. شو اللي صار؟ تقبرني شو اللي صار؟ مثل ما بقول لك انا ما بقبل واحد مثل هذا يكون عديل، فاهمه ابو العبد؟ طول بالك. إيه نحن شو قلنا فيهم؟ تتجوز مين ما تتجوز شو خصنا؟ قصدك شو خصني؟ خصني ونص، وبدي فهميها الحكاها، واذا ما تركته تطلع من الدار ورقتك وراكي. لكن انت وين رايح؟ شو انا بنت صغيره كل ساعه والثانيه تطلعي من البيت تطلعي من البيت؟ لا حبيبي تسلمي، هذا البيت بيتي وبيت ولادي، انت اللي تطلع منه. لا بدك تطلع من الدار غصبا عنك وعن اللي بشد على ايدك، وخلي ابو عواد والهام ينفعوكي. ايه روح روح اعمل اللي بدك يا، انا ما عاد تفرق معي. شو هالعيشه هي كلها نكد بنكد؟ هيك علموكي؟ انا بدبك. النكد اللي علمني، المشاكل اللي علمتني، سنين الهم والبهدل اللي عشتها عندك علمتني. روح جوز، روح شوف لك وحده ثانيه تنبلي فيك. يا ظهر عمري بدي اعيش عندك ولي على حظي. خلي انت حتى تسمعي واللي براسي بدي اسوي. Thank you.
جسر الحبيب القطاع من دوس رجلية بم بم بم. أثري الواحد لما بده ينبسط من بسط. والله زمان يا أبو العود ما انبسط زمان زمان. فريق فريق شاب وانت مش داري يا أبو العود. الله يرحم الشم العود من العود لولا إلهام منيحة مثلك وقلبها طيب ودمها خفيف ما تجوزت عليك. أحبها طلع عيش بيك. حبيتها يا من العود حبيتها كثير. بيوم واحد جهزت كل اللي بدك اياه وتعبتي، كيف لو بدك تجهزي عن صحيح؟ ليش هذا مو عن صحيح؟ ليكني شو اشتريت؟ اواعي وذهب، شو اسمه هذا؟ يا ست الهام، نجاح قصدها انه بمشوار واحد اشتريت اللي بيشتروه الناس بشهر. منيح اني جهزت وخلص دخيلك. الف مبروك يا حبيبتي تتهني. الله يبارك فيكي. معلش يا حبيبتي اتصل باختي طمنها. تفضل يا حبيبتي. طمنيها طمنيها. ايه احسن لانه هلا كون عم تستنى على نار. الو مرحبا هيام كيفك؟ مشتقت لك كثير. كلهم بخير بيسلموا عليكي. اسمعي نحن اليوم جهزنا كل شيء. سمعاني؟ ايوه اختي سامعتك. شو؟ ايمتى العرس؟ الف مبروك يا اختي الف مبروك. لي 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 شو اختي؟ لا ما اشتغل حدا شيء. اختي مو موافقة نحضر عرسك. لا بدنا نروح. بدنا نروح يا ماما. بالعربي مو موافقة عجيزة كلها. شو بعرفني طالع نازل مكشر وما بيحكي مع حدا. بدنا نروح فاهمة. بدنا نروح. طيب طيب. لا اختي بحكي مع الولاد طوشوني. يمكن اختي يمكن مثل ما بدكم. ايه لك تقبريني اختي الف مبروك. ايه طيب ماشي الحال مع السلامة. بدنا نروح يعني بدنا نروح. ايوه بدنا نروح. يا ماما ابوكم مو موافق. هيو قدامكم فوتوا احكوا له. وانتي ما بدك تروحي؟ هلا المشكله روحها ابوكم مو موافق عجيزه كلها. وشو عملوا فيها؟ هيك نكد مشاكله. شو بدنا نعمل مع هالمجنون؟ افرضوا طلقها عن جد ولا عليه؟ معقول يعملها؟ بيعملها وبيعمل ابوها، هذا واحد لئيم. لا حول ولا قوه الا بالله. اتركوا لي اياه انا اللي بداويه. وين رايح؟ رايح عند هالمريض انطيه دواء اداويه. ول عليك ول امشي افتح الباب. اهلين ام ابو عواد اهلا وسهلا. انت العروس؟ ايه ابوك جوا ولك؟ ابوي جوا. جاي خلعني اياك قل له بدي اياه بكلمتين. خير يا ابو عواد. ترى يا ابو العبد انا جاي اعزم ام العبد والاولاد على عرسي انا والهام. عندك مانع؟ عرس؟ امتى العرس يا عمي امتى؟ ولك بس ما تنظف وجوه امشي. ما شاء الله ما شاء الله. خيو اذا بدهم يجوا اهلا وسهلا واذا ما بدهم يجوا قل لي وبقول لك اهلا وسهلا. شو يعني شو قصدك بالحكي؟ بدك تفهم قصدي من واقف على الباب؟ قل لي تفضل يا زلمه. مين؟ اهلين ابو عواد اهلا وسهلا فيك. اهلين تفضل. بدي اسمعها منه من فمه يقول لي تفضل. تفضل تفضل تفضل.
يا زلمه طلعها من قلبك، قل لي تفضل من قلبك. ما انا قلت لك تفضل. ولو يا ابو عواد، انت بدك عزيمه تفضل، اهلا وسهلا فيك. قولي لجوزك اللي نسى الصحبه والعشره والوصول. لا يا ابن الناس، حياك الله، تفضل تفضل، حياك الله. يا امين مره تفضل. اهلا وسهلا فيك ابو عواد. اللي مهلي الله يرضى عليك شوف العبد. خيو ابو العبد، انا عندي كلمتين وما عندي غيرهن وبدي اقولهن. قوم سوي لنا فنجانين قهوه. ايه على راسك. خليها سكر قليل بالله يا ابو العبد. تكرم عينك يا ابو عواد. خيو ابو العبد، يمكن تعتبر هاي اخر زياره، بدي اسالك، بدك تضل صحبي وعداين ولا تفرط هالطابق؟ شو بدك مني؟ ما انت عملت اللي بدك اياه. انت مهدد مرتك اذا انا بتجوز الهام تطلقها، صحيح يا ابو العبد؟ ما انت خربت علي كل شيء يا زلمه، انت اللي خربت على حالك. بعدين المره ما بتهياك، ما بتهياك يا اخي. على كل حال فضنا من هالسوالف، انت ما جاوبت على سؤالي. اذا بدك تطلق مثل ما بتقول، خليني اتفق مع ام العبد كيف تتفق معك. على ايش نتفق؟ على المتاخر وعلى التعويض ونفقه الاولاد والمراه وعلى البيت اللي بدهم يسكنوه اذا طلعوا من هون. شو اللي بتحكيه يا زلمه؟ هات شايف لعاد، يا رجل اللي بيهدد بالطلاق لازم يعرف شو النتائج. بس هذا اشي بيني وبين مرتي، شو دخلك؟ لا خيو، انت بتهدد مرتك مشان انا اطلق الهام، يعني واحده منهم بدها تتطلق، وانا ما بسمح لك تخرب بيت حدا بسببي. اسمع خيو، عشان هيك راح اجررك على المحاكم وادفعك اللي فوقك واللي تحتك. ليش هالحكي يا ابو عواد؟ ول هي وصلت لهالدرجة؟ صراحة أنا زعلان منكم. يا سيدي الزعلان بالراضي، بس على شرف، بدك تعتبرها آخر زعلة لأنه مش فاضي لك. زارتنا البارك يا أبو عواد. تسلم، الله يطول عمرك، يرضى عليك، تسلم ايدك. أهلين. بارك الله فيك. تسلم ايديك. والله ما قصرت يا أم العبد. أهلين. شو قلت يا أبو العبد؟ تهنى اشرب قهوتك. ابني اشرب، شو ماله؟ ترى بدكم تشرفونا على العرس، انت والاولاد وابن العبد. بصير خير ان شاء الله. وما عندك مانع تيجي ام العبد عند اختها يومين تساعدها بالجهاز؟ لا تروح تساعدها. ترى بعتبره وعد منك وبعتبرها صلحها بيني وبينك. خلص توكل على الله. يلا اذا نستأذن. بدري يا ابو عواد. والله بدري من عمرك، ما انت عارف العريس ومركوب، والله ما انا عارف شو بدي اساوي. يعطيك العافيه. يلا شرفت، حياك الله. بارك الله فيك. ام العبد تنسيش، هاتيبي الاولاد خلهم يفرحوا وينبسطوا. على راسي، الف مبروك، سلمني على شاه. الله يسلمك. مع السلامه. عرس اختك انت حره فيه، اما انا مش رايح. Come on.